صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة بينها وبين زوجها خلاف شديد ويمنعها أن تتكلم مع أحد أو تذهب إلى أحد، فهل إذا خالفته تعتبر عاصية لله تعالى؟ نعم، إذا كان هذا يغضب زوجها عليها ويحدث شر، فلا تعمل شيء يحصل بسببه سوء عشرة وسوء وغضب من زوجها، تأخذه بالتي هي أحسن، تأخذه بالتي هي أحسن، وربما يزول عنه الغضب فيرجع إلى صوابه. نعم.